جاهزين يا شباب. ابو خالد ابو خالد لك الحمد لله على السلامه. شو تحب تاكل؟ يعني كيكه كيكه. طيب يلا كيكه كيكه كيكه. اخر مره اخر مره مالك اخر مره يا اخوان خلاص اخر شيء يلا. بقول لبوجي وصبحنا جميع الاسرى ان الله يطلعوا بخير بسلامه، وان شاء الله التعذيب اللي بتقله الاسرى ينتهي وخلص ان شاء الله. شباب المحافظه ان شاء الله الجميع يعني كيف كانوا عاملوكي بالسجن؟ شو الصعوبات اللي مريت فيها؟ شو الصعوبات؟ لو سجن بكي مبني من ذهب بضلوا اليهود يهود. تعبان انت؟ شو الفرق بين ملاك قبل وبعد؟